رحلة في أعماق الكون. الفضاء برعاية وكالة الفضاء الأوروبية. البداية كانت قبل 13 مليار عام مع الانفجار الكوني، لكن برنامج سبيس أكثر تواضعاً، فهو يكمل اليوم سنته الرابعة ويحتفل بحلقته 100. إنه سعي متواصل لدفع الحدود، حيث يمتزج الحلم بالعلم في رحلة تلامس الخيال. الأسئلة الأساسية ما زالت تلقي بثقلها، وهي تدور حول أصل الحياة وبداية التطور، فالعلم يواصل بحثه لإيجاد الأجوبة المقنعة، وسبيس ينقل أصداء هذا المجال. الكون كما نعرفه والبيئة المحيطة بنا هما في تطور مستمر حسب آليات معقدة، فكلما حصلنا على جواب انفتحت الأبواب على أسئلة جديدة. وهل من الضروري الإجابة على كل أسئلة الكون؟ لو اكتفى الإنسان بظروفه لكان بقي إلى الآن فوق الشجرة يقتات الموز، وأنا متأكدة أن ظروف الحياة في تلك الفترة كانت مثالية، أعني أنه لم يكن هناك أي سبب للنزول من الشجرة. لو لم يكن هناك شخص فضوليا تساءل عما ستكون عليه الأمور لو سار على الأرض. ومع ذلك تبدو الأمور وكأنها بغاية السهولة، وكل شيء يجري دون عقبات، ولكن كلما توصلنا إليه في عالم المعرفة والتقنية اليوم هو ثمرة قرون من التفكير والبحث، والكثير من الأسرار ما زالت تنادينا. أن تضع الكون وغزو الفضاء في علبة محكمة يبدو عملية لها أحكامها الملزمة. في كواليس الفضاء المعايير تختلف بعض الشيء. بعض الباحثين الذين يحبون التواصل، وهذه هي حال ضيفتنا أنيا أندرسون عالمة الفيزياء الدنماركية. المكان هو حديقة هايدلبرغ في ألمانيا، لكن الحوار مع العلماء يكتسي صفة اللقاء من النمط الثالث. عندما تكون تحت المطر هل يتوجب عليك أن تركض كونك تتلقى كمية أقل من المطر مما لو كنت تسير ببطء؟ لأنك إذا سرت ببطء فإنك ستتلقى المطر مباشرة على رأسك، ولكنك عندما تركض ستتلقى المياه على صدرك أيضا. إذن ما هو الحل لتتبلل بأقل قدر ممكن؟ مثل هذه الأسئلة التي تجعل أطفالي ينظرون إلي وكأنني مخلوقة غريبة. And it goes from one mirror to another. Et ensuite, pour essayer de revenir. Until it goes to the satellite. We cannot relate that to any particular climate change. Bastava allungarlo di due byte. Not that one. Di pochi bit. Parce que c'est un nouveau domaine. Tout est à faire. Scientists are very much. العلماء لديهم هذا الجانب الطفولي، وفي بعض الأحيان نتناقش في أمور لا تدخل في نطاق أبحاثنا. علماؤنا لا يجهلون الفكاهة ولا يترددون بأخذ قسطا من التسلية. Maybe one of these days we will start studying teleportation. ولكن لديهم أيضا رؤى عظيمة تجسدت بالتجارب الناجحة التي حققتها وكالة الفضاء الأوروبية، كمهمة سمارت إلى القمر أو أنفيزيت، وهو أعظم قمر صناعي في العالم أطلق في مهمة مراقبة الأرض، أو كاسيني إيجنز الذي انطلق في مهمة اكتشاف النظام الشمسي وزحل. المشككون يرون أن ذلك يكلف غالياً.
الفضاء يشكل استثمارا جيدا لأسباب عديدة. المهمات الفضائية شاقة وصعبة للغاية، تتطلب الكثير من التكنولوجيا الحديثة والعلماء البارعين، كما أن اختراعات التكنولوجيا الحديثة وجدت مكانها في حياتنا اليومية وبطريقة عرضية، كونها طورت في البداية فقط لأسباب فضائية. والوصول إلى الفضاء أمر صعب للغاية، لذا يجب تطوير التكنولوجيا باستمرار. ولسبر أغوار الفضاء، يعمل العلماء على دفع حدود التكنولوجيا إلى أبعد حدود، كون الهدف هو السيطرة على قوى خارقة. وماذا يسعنا القول عن النساء والرجال الذين وضعوا حياتهم ومواهبهم في خدمة العلم رغم المخاطر المحيقة، وجعلوا من تحقيق مغامرة الفضاء الهدف الأول في حياتهم؟ إنها أنشودة الأبحاث التكنولوجية واكتشاف الفضاء. الفضاء هو الميدان الذي تجسد فيه التعاون الدولي، والفضاء يمكن أن يشكل مشروع سلام ضخم. وأنا أنظر إلى الاتحاد الأوروبي كونه مشروع سلام، فمع هذا الاتحاد نحن مشغلون بمشاريع ضخمة، مما لا يترك لنا الكثير من الوقت لمحاربة بعضنا البعض. والفضاء يمكن أن يشكل المشروع الذي يلهينا عن الحرب. أحياناً تتلبد السماء ببعض الغيوم التي تسد الأفق، لأن الأمور لا تسير على الدوام وفق خط أفقي. فالإنسان هو كذلك، ينتابه الشك تماماً في اللحظة التي ينطلق فيها لتحقيق ما سعى إليه، ويمتلكه الشعور بالضياع واستغابة يكسوها الضباب. فهناك الكثير ما يجب تحقيقه في ظل المحن والشكوك، وعليه أن يجسد عمله وأن يخضعه لمنطق الأمور ليتمكن من إطلاق ماكينته. إن عملية تنسيق كل هذه الجهود والأمور ومساعدة كافة الشركاء المعنيين بالمشروع الذي تعمل عليه وتحديد ما هو الصواب وما هو الجيد، كونك لا تستطيع معرفة كافة الشركاء، يتطلب تدخل طرف مستقل. فهذا الشخص يتعرف على الآخرين ويحقق التواصل بين كافة الفرقاء، إنه صلة الوصل. ودور صلة الوصل أو المنسق والمحفز تقوم به المؤسسات كوكالة الفضاء الأوروبية، التي تركز وتنسق إمكانيات 18 بلداً ينضوون تحت لوائها ويتعاونون في ميادين مختلفة مع الوكالات الوطنية والعالمية الأخرى. من منا لم يقف في عتمة الليل ليحدق في السماء والنجوم وهو يتساءل عن عددها؟ كم هو عدد النجوم التي تدور حول كوكب ككوكبنا الأرض؟ وفي هذه الكواكب هل هناك من يطرح نفس التساؤل؟ وبما أن كل شيء له نهاية، وبعد 5 مليارات عام ستكون الشمس قد استنفذت كل طاقتها، فهي ستتضخم وتصبح كتلة هائلة من الغاز التي ستشتعل ويبتلعها نظامها لتصبح قزمة بيضاء قبل أن تختفي إلى الأبد. لكن سبيس لن تكون هنا لتروي هذه الحكاية.